في أول أخبار وزارة الداخلية، بحثت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية سبل تطوير العمل والارتقاء به إلى أعلى المستويات خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها بأبو ظبي، وذلك برئاسة اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني وبحضور المديرين العامين ومديري إدارات الدفاع المدني بالدولة، حيث أعلن اللواء المرزوقي أنه سيتم إعداد خطة عمل تطويرية شاملة للسنوات المقبلة تستهدف القوى العاملة بالجهاز من خلال عمليات التدريب والتأهيل وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى المشاريع والمبادرات الإلكترونية والذكية لخدمات الوقاية والسلامة. وفي ثاني أخبارنا، أشاد سعادة اللواء خميس مطر المزين القائد العام لشرطة دبي بالسيد يوسف محمد النعيمي تقديرا لتعاونه الدائم والمثمر مع القيادة العامة لشرطة دبي وتقديمه دعما مقدرا وجهدا صادقا، حيث سلم سعادته شهادة تقدير ومجسم تذكاري لقلعة نايف أول مركز شرطة دبي للسيد يوسف النعيمي. أكد المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة أبو ظبي أن هناك انخفاضا ملحوظا في بلاغات الابتزاز الإلكتروني بعد إطلاق حملة معا ضد الابتزاز الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع خدمة الأمين وهيئة تنظيم الاتصالات، محذرا من مغبة شراء تذاكر سفر ورحلات سياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين. كما أكد أنه يتم باستمرار رصد العديد من المواقع الوهمية لبيع التذاكر والرحلات السياحية، إلا أن الجديد استغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا عبر إغرائهم بوجود تخفيضات على التذاكر والرحلات السياحية بنسبة كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ورغبة الجميع في السفر خلال الصيف. كما حذر شرطة دبي الجمهور من الاستجابة للمكالمات الوهمية التي تدعي وتدعي ربحهم لجائزة مادية. طبعا مشاهدينا، بعضكم يتلقى مكالمات بربح مبالغ مالية كبيرة وبعضها عبارة عن رسائل إلكترونية أو رسائل نصية قصيرة أو اتصالات هاتفية، وأن الجميع مفاده ربح جائزة مالية كبيرة من إحدى شركات الاتصال، والمتصل يطلب تحويل مبالغ لاستلام المبلغ. كذلك من الممكن أن يطلب بيانات الحسابات البنكية، فنتمنى من الجميع عدم التعامل مع هذه الاتصالات وعدم الرد عليها كلية ومطلقا، وأكيد طبعا نحاول اللجوء لأقرب مركز شرطة أو الاتصال به طبعا. وفي خبر آخر، ضبطت شرطة دبي لصا من جنسية دولة عربية سطى ليلا على مطاعم ومتاجر عدة في منطقة الكرامة بوازع الانتقام من صاحب مطعم وظفه في مهنة طهي لمدة شهر، ثم استغنى عن خدماته ورفض منحه راتب الشهر الذي عمل فيه. وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي اللواء خليل إبراهيم المنصوري أن اللص يتمتع ببنية قوية ودائبة على اقتحام الأماكن غير المغلقة بشكل محكم، وسطى مرتين على المطعم الذي كان يعمل به، رغم أنه يعتقد أن السرقة لم يعتد على السرقة في السابق وسجل ضده بلاغات عدة في المنطقة نفسها. وكرم العقيد عمر عبد الله السويدي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بمكتبه الشرطي أول محمد غلام خاجي من فرع خدمة المتعاملين في مركز شرطة المدينة الجامعية الشامل، وذلك على أدائه المتميز خلال العملاء وخدمتهم، مشيرا إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديرا للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين. وفي آخر أخبارنا، تحت رعاية سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات وعدد من ضباط الشرطة، احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بختام فعاليات بطولة كأس القائد العام التي توجت فيها إدارة الدفاع المدني بلقب البطولة، مع تكريم الفريق والفرق المشاركة في المنافسة. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية لليوم، نأخذكم الآن إلى فاصل ولنعود مع هاشتاغ في الفقرة التالية.